نحن اليوم في بلدية قسنطينة نقوم بجمع المعلومات المتعلقة بتسيير النفايات، وهذا يكون على مستوى الإدارة وعلى المستوى الميداني. أما على مستوى الإدارة فتكون جمع المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية آخره. أما المرحلة المهمة في جمع المعلومات هي المرحلة الميدانية، لأن الميدان عفوا يكون بمثابة مرآة للتسيير. فنقوم بإعادة مسار الشاحنات، شاحنة جمع النفايات، وأيضا نقوم بإحصاء عدد الحاويات المتواجدة في كل قطاع. أيضا نقوم بإحصاء عدد المكبات العشوائية وأيضا النقاط السوداء. هذا المشروع قاعدة لحسن تسيير النفايات على مستوى البلدية. صحيح.